بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، يتجدد اللقاء بحضراتكم في تجدد أشواطنا المقامة في صباح هذا اليوم وانطلاقة الشوط التاسع ضمن فعاليات تمهيدي المرموم. مكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التي انطلقت ودشنت فعالياتها في هذا الصباح في أول أيام هذه الانطلاقة وهذه الشعارات. الشوط التاسع انطلق بالإبكار اللقاية المحليات الأصايل بالأعداد الكبيرة وبهذه الشعارات الرائعة والجميلة على أرضية هذا الميدان. نسير مع الشاهينية، تتقدم المشاركات، وخميس بن سالم بن خميس الشامسي اللي يقود الشاهينية، تليها في المركز الثاني مزايا سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي تقدمت إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة سلهودة سلطان بن حميد بن سالم العمري أو سلطان بن حميدي بن سالم العمري انطلقت إلى مقدمة الشوط. نكمل النداء للمركز الرابع ورابع المراكز، هناك تدخلت في هذه اللحظات شعلة وسعيد بن بطر بن محمد الرميثي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس المراكز وصول من الصمود مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز السادس تقدمت في هذه اللحظات ووصلت في هذه اللحظة وتقدمت هنا الوصول مشاهدينا الأعزاء. يا سلام، هذه سلابة تعود مرفيتها محمد بن سالم بن عبيد اللي في المركز السابع، بينما المركز الثامن لأحمد بن مطر الرميثي اللي وصلت في هذه اللحظات اللي هي الشايبة. والمركز التاسع تقدمت في هذه اللحظة لعلي بن راشد بن غالب المنصوري، والمركز العاشر في هذه اللحظات وصلت في عاشر المراكز. بنشوف هنا الدخول والأسماء الجميلة هملولة لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط الذي يحمل هذه الأعداد، يحمل هذه الشعارات، يحمل هذه الأسماء الكبيرة والرائعة. نعود إلى مقدمة الشوط بعد ما أتمنى العشر المراكز الأولى. إلى المركز الأول تقود المشاركات وتسيطر سلهودة سلطان بن حميدي بن سالم العمري، قدم لنا سلهودة، يأتي بسلهودة على مقدمة الشوط، بينما تليها في المركز الثاني الشاهينية وخميس بن سالم بخميس الشامسي على ثاني المراكز. المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم في شعلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الثالث. والمركز الرابع بدأ القدوم وبدأ التحرك في هذه اللحظات من سلابة محمد بن سعيد بن عبيد المضاوي الذي يقدم في هذه اللحظات، ولكن وصل بمفتاح، تحرك بمفتاح مع جواهر خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، يقدم لنا جواهر الميدان. وهناك الوصول من سلهودة محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي كذلك تقدمت في هذا المنطلق ووصلت. يا سلام، الشامخة ومانع بن يمعة الغويص السويدي في هذا التحرك. يا سلام. وهناك الوصول في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله. هذه وسام لعلي بن راشد بن غالب المنصوري تنطلق إلى ثامن المراكز. أما المركز التاسع تحركت ووصلت في هذه اللحظات العذبة لناصر بن قريع بن روس العامري. والمركز العاشر عاشر المراكز، شوف التقدم في هذه اللحظة من هبة، وصلت ناصر بن سعيد بن سالم العمري، ووصل كذلك بن رشيد في دخول هذا الشوط إلى المركز العاشر. هذه العشر المراكز، العودة إلى المقدمة، العودة إلى بن مفتاح هناك السيطرة مع هذا الانطلاق ومسيطرة وتقود المشاركات جواهر خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، ولكن عادت مرة ثانية، انطلقت هناك سلهودة محمد بن راشد بن علي بن
المفتاح الشامسي غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى المركز الأول في 800 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام، هذه سلهودة، هذه سلهودة سلهودة سلهودة. محمد بن راشد بمفتاح الشامسي تنطلق سلهودة إلى مقدمة الشوط، سلهودة إلى المركز الأول لتقود المشاركات. المركز الثاني هناك من الجانب الآخر مع سلطان بن حميدي العمري العمري، ووصل هنا كذلك الله بن عمير، واصل واصل بن عمير هناك هي على المركز الثاني. شوف ماذا يحصل في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت في هذه اللحظات الفائزة، الفائزة كذلك. يا سلام في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، هذه هملولة، هذا هملولة هملولة. حميد بن مطر بن عميره الشامسي غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى المركز الأول، وهناك تأتي العذبة، العذبة ناصر بن قريع بن روس العامري على المركز الثاني. ولكن خلاص خلاص يا سلام، هذه السيطرة من قبل هملولة، هملولة حميد بن مطر بن عمير الشامسي للمرة الثانية. تهانينا يا بن عمير على هذا الفوز وهذا الانطلاق وفوز هملولة بهذا الشوط. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني العذبة لناصر بن قريع بن روس العامري، والمركز الثالث وصلت في سلهودة محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. أما المركز الرابع، وصلت في رابع المراكز مشاهدين الأعزاء اللي هي براقة لغانم بن حميد النعيمي، والمركز الخامس، المركز الخامس هذه لبة لمحمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي. هذه الخمس المراكز نعود إلى هملولة وادها وتوقيتها الزمني. تهانينا على هذا الفوز المستحق لحميد بن مطر بن عمير الشامسي. هذه هملولة على شاشة التلفزيون في 6 دقائق و9 ثواني و12 جزء من الثانية. تهانينا وسلاماتنا عناوية لأهالي زاخر هناك في مدينة العين على هذا الفوز، بينما وصلت بالمركز الثاني وكذلك قدمت أداء جميل ورائع وتنافس شيق من البداية اللي هي العذبة لناصر بن قريع بن روس العامري. قطعت المسافة في 6 دقائق و11 أو 12 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا على هذا الفوز، بينما المركز الثالث وصلت في سلهودة قدمت كذلك أداء وتنافس رائع. مالك سلهودة اللي هو محمد بن راشد بن علي بمفتاح الشامسي. توقيت الزمني 6 دقائق و12 ثانية و12 جزء من الثانية. هكذا كان هذا الشوط ومساره وتحدياته